بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء وسوء الأسقام. اللهم لا تحرمنا ما عندك بشر ما عندنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين.